تعاقب الحكومات. مشاهدينا، نرحب بكم في حلقة اليوم من وجها لوجه. في لقائنا مع الجيش اللبناني سألنا حول السلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. مصادر في الجيش رفضت الكشف عن هويتها، أكدت أنه في النهاية هذا الجيش يخضع لقرارات السلطة السياسية في لبنان، مع استثناء واحد وهو في حال تعرضه للاعتداء من أي أحد. لهذا فالجيش مضطر لتطبيق البند الذي يرد في البيان الوزاري، ومع تعاقب الحكومات وهذا البند متعلق بسلاح حزب الله. رغم كل تداعياته الخارجية والداخلية على البلد عبر خلقه دولة موازية للدولة اللبنانية، إلا أن ما شرحه الضباط لنا هو أن هناك علاقة حذرة بين ميليشيا حزب الله والجيش اللبناني. فميليشيا حزب الله تعتمد طرقات خاصة بها تنقل عبرها سلاحها وعناصرها بعيداً عن عيون الجيش، وأن هناك نوعاً من الخطوط الحمراء لا يسمح الاقتراب منها. الجيش مشاهدينا يعمل جاهداً على مكافحة وضبط معامل وتجارة الكبتاجون وعمليات التهريب دون أن توقفهم أي جهة، ورأينا هذا الأمر بالحلقتين السابقتين. فبحسب الضباط الذين تحدثنا معهم، فإن معظم المنتسبين للجيش خلعوا عباءة أحزابهم وطوائفهم، مع قلة قليلة تتأثر ببيئتها المحيطة. مشاهدينا، في حلقة اليوم من وجها لوجه جالت الحدث على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، حيث قابلنا ضباطا في الجيش اللبناني وحصلنا على إجابات منهم فيما يتعلق بتطبيق القرار 1701 والصواريخ المتفلتة التي يتم إطلاقها من قبل ميليشيا حزب الله ومجموعات أخرى في جنوب لبنان واتجاه إسرائيل. فلنتابع مشاهدينا هذه الجولة. قاعدة إسرائيلية، أكبر مركز تنصت وتجسس إسرائيلي. منذ بناء إسرائيل لهذا الحاجز ما بينها وبين الحدود اللبنانية جنوباً، نحن أول قناة إعلامية يحق لها الوصول إلى هذه النقطة، ووصلنا بمرافقة الجيش اللبناني. خلفي هي نقطة مراقبة إسرائيلية، نقطة مراقبة جوية وبحرية. هذا هنا حقل الغام، وهذه نقطة للجيش اللبناني. نحن هنا في جنوب لبنان بمرافقة الجيش اللبناني لمعرفة كيف يقوم هذا الجيش بتطبيق القرار 1701 وحماية حدود لبنان الجنوبية. القرار 1701 نص على وقف كافة الأعمال العدائية، وقف تام للأعمال العدائية على الحدود اللبنانية الفلسطينية. لكن العدو الإسرائيلي هو دأب مثل عيداته على خرق كل القرارات الدولية. بلغ مجموع خروقاته البرية والبحرية والجوية من بداية سنة 2021 لغاية بداية شهر آب حوالي 1200 خرق. كمان ما لازم ننسى أبداً الغارات الجوية الإسرائيلية اللي بيستهدف فيها الأراضي السورية من فوق لبنان. نحن موجودين برأس النقورة، الطريق هاي اللي شايفين عنا هون بتاخدنا على المعبر الوحيد اللي موجود بيننا وبين الأراضي المحتلة، اللي إجمالاً يستعمل فقط مشان عبور عناصر اليونيفيل أثناء تنفيذ المهمات تبعهم. وبالأفق مقبلنا هونيك مثل ما نكون شايفين هونيك ببين شوي مرفق حيفا، خاصة وقت بيكون الطقس منيح. ومثل ما شايفين هون خط الطفافات، 10 طفافات، هودي العدو الإسرائيلي حطهم بشكل إفرادي، ما حدا معترف فيهم.
هذا العقيد، ولكن هناك في تحدي كمان آخر، هو تحدي الصواريخ المتفلتة يلي تنطلق من لبنان. أنا بدي أعرف من حضرتك أنتوا كيف عم تواجهوا هذا الأمر وكيف رح تواجهوه مستقبلاً، يعني هذا بالنتيجة أمر بضرنا. هلأ نحن عنا هوني لما البيس بيحصل حادث من هالنوع، الجيش دغري بينفذ تدابير أمنية مشددة لتحديد بقعة إطلاق الصواريخ اللي انطلقت منها الصواريخ، وبيتم عزلها تمهيداً للبدء بالتحقيقات اللازمة بالحادثة. إضافة لهالموضوع نحن شهرياً بننفذ دوريات مشتركة عددها كتير كبير بيننا وبين اليونيفيل، مشتركة نحن وياهم بننفذها سوا بقطاع المسؤولية، تهدف لتطبيق القرار 1701 وبالتالي منع إطلاق الصواريخ أكثر. إذن مشاهدينا، فالجيش اللبناني يخضع لقرارات السلطة السياسية وذلك وفق الدستور. الحكومة تحمي ميليشيا حزب الله بالبيانات الوزارية التي تنص على حق المقاومة، من هنا لا يمكن للجيش التصرف بمفرده، فهو تحت مظلة السلطة السياسية وقراراتها، وبذلك لا يمكنه منع ميليشيا حزب الله. هذا الغطاء وفرته الحكومات المتعاقبة على لبنان والتي تشارك فيها كل الأحزاب والجماعات السياسية والزعماء اللبنانيين. ما تقرؤونه هنا مشاهدينا هو جزء من البيان الوزاري لحكومة الحريري، وكانت تدعى استعادة الثقة بعهد ميشيل عون، وكان فيها وزراء من كل الأحزاب اللبنانية التي تشكلت عام 2016، وواضح ما هو مكتوب فيها. وبسبب هذا الغطاء السياسي هناك تنسيق أمني يتم بشكل مباشر من قبل مسؤول الأمن والارتباط في حزب الله وفيق صفا، أو من يكلفهم وفيق صفا من حزب الله. هؤلاء ينسقون مع مخابرات الجيش، فرئيس المخابرات لديه نائبان، واحد سني والثاني شيعي، ويتواصل حزب الله مع هذا الضابط الشيعي الموالي أصلا لحزب الله وحركة أمل. وفي حال كانت المسألة كبيرة أو مهمة يتم التواصل مباشرة مع قائد الجيش. هناك عناصر من حزب الله يملكون بطاقات تخولهم المرور على الحواجز، لكن لا أوامر معممة للجيش باستثناء أي أحد من التفتيش. عندما يقوم الجيش بضبط صواريخ أو سلاح أو غيره، فالعساكر والضباط ملزمون بمصادرتها، وهم يفعلون هذا الأمر، لكن يتم التنسيق لاحقا بين حزب الله والجيش لاسترداده. مشاهدينا، هذه كل أخبار قصها علي ضباط رفضوا أنه تعريف عن هويتهم. أحد الضباط قال لي بأنه في أحد المرات ضبط صواريخ وأسلحة لحزب الله، لكنه تلقى اتصال من القيادة، هذا الاتصال سمح لهم بعدها بالمرور. كما أن ضابطا آخر وصل إلى أحد معسكرات حزب الله ووجد عارضة أمامه طلب رفعها للدخول، إلا أن من كانوا على الباب
قاموا هيك بإلهائه شوي إلى أن جاءه أيضا اتصال من القيادة وطلبوا منه الرحيل. وكشف ضباط بأنه في حال أراد حزب الله تمرير سيارة ترافقهم سيارة من مخابرات الجيش ليمروا على الحواجز، وأنه في حال ضبط عناصر حزب الله على الحواجز ومعهم سلاح هم يقومون بالتحدث مع العساكر والضباط بطريقة لائقة ومهذبة إلى حين أنهم يجروا اتصالات لإخراجه. الضباط أكدوا أن الحدود لا يمكن ضبطها، وهذا رأيناه أصلا بتقارير سابقة، هذه الحدود المتداخلة، كما أن لا حدود بالعالم يمكن ضبطها 100%، كما أن الكثير من صواريخ حزب الله يتم استيرادها على شكل قطع وتجميعها داخل لبنان، وهناك أوامر دائمة بمنع التهريب وضبط الحدود، أوامر من قيادة الجيش للضباط. وعندما يلاحظ الضباط أن يلاحظون أي شيء يفيدون بما رأوه ويتحركون حسب الأمر الذي يأتيهم من القيادة. الضباط يؤكدون أنهم يختلفون عن المخابرات التي لديها أيضا هامش من التحليل، بينما هم كعساكر عليهم فقط تنفيذ الأوامر. هم أيضا أكدوا لي ألا سلاح ظاهر في لبنان، لكن السلاح كله مخبأ، وهم قالوا لي بعضهم أنهم تفاجأوا بوجود دبابات لحزب الله خلال معركة إرسال، وهم يقولون أن قائد الجيش بالنهاية هو موظف والكثير من المسؤوليات ملقاة على عاتقه. من بيروت ينضم إلينا العميد خليل حلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. حضرة العميد حلو، نرحب بك معنا في الحلقة، نتمنى أن تكون تابعت معنا من البداية. أول سؤال لك هو ما تعليقك على ما ورد والمعلومات التي حصلنا عليها؟ التعليق الأول هو أن الضباط الذين تحدثوا إلى حضرتك قالوا الحقيقة كما هي، ومع الأسف ولكن أيضا ليس مع الأسف، الجيش في لبنان هو مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهو يخضع للسلطة السياسية وينفذ السياسة العامة للحكومة، ولكن ليس هناك سياسة عامة للحكومة. هذا شيء مؤسف تماما. فالحكومات اللبنانية التي تعاقبت ومنذ تولي العماد عون رئاسة الجمهورية أصبح لحزب الله حصة وازنة في القرار، قرارات السياسة العامة في لبنان. نعم، وهذه الحكومة وبالتالي الحكومة الحالية التي تألفت بالأمس، وأنا شخصيا أفضل عدم التعليق قبل مرور عدة أسابيع لكي نرى الإداء، ولكن كما قلت الجو العام لم يتغير في لبنان. هناك حضرة العميد لأنه تسريبات عبر وسائل إعلام عدة بأنه هذا النقطة المتعلقة بميليشيا حزب الله لن يتم تغييرها، لكن حضرة العميد عندي سؤال. الجيش اللبناني يطلب الآن الكثير من المساعدات الدولية، هل برأيك يعني سيتم الاستجابة له إقليميا ودوليا في ظل أنه يبقى التحرك تبعه تحت طب يعني مظلة أو سقف حزب الله؟ نعم، برأيي سيحصل على هذه المساعدات، لأن المصلحة البراغماتيكية للجميع وتحديدا الدول العربية والدول الغربية وجميع الأطراف، المصلحة الاستراتيجية للجميع هو الاستقرار في لبنان،
والعامل الأساسي للاستقرار في لبنان هو الجيش. تصوري أن السلطة المركزية ضعفت كثيرا، ماذا يحصل في مخيمات اللاجئين السوريين من هجرة غير شرعية باتجاه الدول الغربية والدول العربية؟ تأملي إذا لم يكن هناك جيش مع كل الثغرات التي ذكرتها، إذا لم يكن هناك جيش ماذا ستفعل التنظيمات الإرهابية من استقطاب أو تجنيد شبان يائسين للقيام بأعمال إرهابية خارج لبنان وخارج منطقة الشرق الأوسط؟ تصوري إذا لم يكن نعم. هناك جيش مركزي نعم. كيف ستنبت من جديد الميليشيات المذهبية في المناطق وتتناحر بين بعضها وتحول لبنان إلى بؤرة عدم استقرار تكون نتائجها أبعد بكثير من حدود لبنان، لتتعدى لبنان إلى المنطقة وإلى العالم. لذلك مصلحة الجميع بالرغم من هذا الوضع الذي نعيشه هو دعم الجيش بدون أدنى شك. نعم حضرتك، أيضا يعني هذا دليل على شغلة، أنه الحكومات لم تجرؤ بعد على سحب هذا البند المتعلق بميليشيا حزب الله، بما معناه أنت حضرتك عم بتقول أنه حتى أنه هناك ملفات كثيرة لن يتمكن الجيش من أنه ينفذها على الأرض بسبب ما تقوم به الحكومات، منها مثلا حتى الكابتاغون، مواجهة الكابتاغون والإرهاب ورغم هو يعني يقوم بأقصى ما قدرته بهذا الموضوع. نعم، هامش المناورة المتاح أمام الجيش يستثمره الجيش إلى أقصى الحدود، ولا أظن أن هناك ضابطا واحدا من القائد نزولا، لا الضابط أو الجيش هو رمز السيادة، لا أظن أن أحدا يتخلى عن رمزيته أو عن نعم. السيادة اللبنانية بملء إرادته. حضرت العميد بس باختصار كتير التوازنات. باختصار كتير أيضا بدي بما يتعلق بالجنوب، يعني الجيش بالوقت الحاضر ضمن القرار 1701 ما بيقدر يتركه، عذرا ما بيقدر يتحرك يعني أو يعمل شيء أكتر من أنه مثلا ضبطنا صواريخ وطوقنا، رغم أنه بيصير في خرق للقرار 1701 من داخل لبنان. لا هون نعم هون لا هنا هامش المناورة أوسع. أولا الغطاء دولي جنوب الليطاني، والواجب هو ليس التحقيق بعد رماية الصواريخ، الواجب هو منع هذه الصواريخ من أن تنصب وأن ترمى، لأنه نحن ملزمين أولا باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 والتي هي أوسع بكثير من القرار 1701، ونحن ملزمين بتطبيق القرار 1701. حضرة العميد عذرا انتهى الوقت جداً. شكرا لك العميد خليل حلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا لك. مشاهدينا إلى اللقاء.